لكم مشاهدينا. وهلا وصلنا لضيفتنا المميزة وهي مديرة برنامج المناطق المحمية والتنوع الحيوية، وتعمل أيضا في المكتب الإقليمي في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بدول غرب آسيا، ناتاليا بولاد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك، شرفتينا. صباح الخير وشكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك ناتاليا. بداية من نبلش معك، إيش هو الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وما هي أهدافه بشكل عام؟ الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة هو مؤسسة دولية تعنى بحماية الطبيعة، هي يعني مؤسسة تم تأسيسها عام 1948، فهي واحدة من أقدم المؤسسات المعنية بحماية الطبيعة في العالم. هي مقرها حاليا هو بجلاند بسويسرا. نعم. وفيها طبعا هي الهيكل تاعها مبني على انه هي عبارة عن اتحاد من مؤسسات مختلفة عضوة بهذا الاتحاد. اعضاء الاتحاد ممكن يكونوا مؤسسات حكومية او مؤسسات غير حكومية وممثلين للمجتمعات المحلية. طبعا الرؤية اللي احنا بنسعى لتحقيقها هو الوصول الى عالم عادل يثمن ويحفظ الموارد الطبيعية. نعم. حضرتك ايضا مديرة بالمكتب الاقليمي للاتحاد الدولي تحديدا في غرب اسيا، احكي لنا اكثر عن الموقع الجغرافي، بمتى تم تأسيس هذا المكتب الاقليمي ودورك انت في المكتب الاقليمي؟ تمام. انا يعني مبدئيا زي ما حضرتك تفضلتي مديرة لبرنامج المناطق المحمية والتنوع الحيوي بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في مكتب غرب آسيا. هلأ مكتب غرب آسيا اللي هو مقره بالأردن بعمان الأردن، فتأسس هذا المكتب بعام 2004. وطبعا احنا بهذا المكتب مسؤولين تقريبا عن 13 دولة، فاحنا بنشتغل خلينا نقول ببلاد الشام اللي هي الاردن سوريا العراق لبنان. نعم. بدول كمان الخليج العربي، وايران برضه هي من ضمن النطاق اللي احنا بنشتغل فيه اللي تعتبر غرب اسيا. بالضبط. نعم. لكن مع انه احنا مكتب غرب اسيا، بس في كثير من الاحوال بما انه احنا مكتب اقليمي بننفذ مشاريع بتكون مشتركة مع دول حتى من خارج هذا الإقليم، فكتير أحياناً بيكون عندنا مشاريع مثلاً مع مصر، مع الدول العربية في شمال أفريقيا، وأحياناً برضو مع دول حتى من خارج المنطقة. طب نتعلم بدي أسألك سؤال، هلأ شوفوا بعد الانضمام لهذا الاتحاد، يعني شو ممكن هو يضيف للبلد في حال هي انضمت لهذا الاتحاد؟ تمام. هلأ الاتحاد يعني بما أنه هو مؤسسة يعني دولية من أقدم المؤسسات اللي معنية بحماية الطبيعة، هو له خبرة كبيرة كتير بتوفير المعرفة المتعلقة بحماية الطبيعة والتنوع الحيوي. الاتحاد بيقدم هاي المعرفة، بيقدم الخطوط الإرشادية، بيقدم توجيهات توصيات حتى للقضايا المتعلقة بحماية التنوع الحيوي. فكون أي مؤسسة بتنضم لعضوية هذا الاتحاد كتير بيساعدها بأنها تكون جزء من هاي الشبكة أو النتورك خلينا نسميها من الأعضاء، بيكون لها فرصة أولاً تستفيد يعني من المعرفة العلمية اللي بيقدمها هذا الاتحاد. كمان بيكون في فرصة بما أنه أنت جزء من هاي الشبكة أنه أنت تتنسق وتعمل مشاريع مشتركة يعني مع الأعضاء الآخرين، سواء من نفس الدولة اللي أنت فيها أو من دول الإقليم. كمان في شغلة أنه يعني الاتحاد بينظم كل 4 سنين مؤتمر عالمي، هذا المؤتمر اسمه هو IUCN Congress أو مؤتمر حماية الطبيعة العالمي. هذا المؤتمر طبعا هو بيضم خبراء من جميع المعنيين بحماية الطبيعة من جميع دول العالم، وهذول بهذا المؤتمر بيتم المصادقة على برنامج عمل الاتحاد، وكمان بيقدم توصيات المتعلقة بحماية التنوع الحيوي، يعني زي ما بيقولوا صياغة الأجندة العالمية. نعم. المتعلقة بحماية الطبيعة في العالم، فأنت فرصة يعني أنك تكون جزء من هذا من هاي الشبكة ومن هاي الشبكة العالمية المعنية بحماية الطبيعة. طبعا هلأ المؤتمر يعني يعد هو المنظمة الأولى بالعالم لحماية الطبيعة. طبعا. والبيئة. فحضرتك ذكرتي انه انت ماسكه ملف خلينا نحكي غرب اسيا، ولكن في بعض الاحيان بتفرع العمل لشمال افريقيا وكل هالامور. طب هلا البرامج اللي انتم بتمسكوها سواء في المؤتمرات او كدورك انت في مديره المكتب الاقليمي بغرب اسيا، احكي لنا عن اهم البرامج. تمام. هلا هو مكتب غرب اسيا حاليا فيه اربع برامج رئيسيه. هلا البرنامج طبعا المناطق المحميه والتنوع الحيوي اللي انا يعني زي ما بقولوا مسؤوله عنه، في برنامج المياه والتغير المناخي، وفي برنامج المناطق الجافه وتحسين سبل العيش والنوع الاجتماعي اللي هو livelihoods and gender، وفي عندنا برنامج يعني متخصص باداره المناطق البحريه والساحليه.
فهم فعليا اربع برامج رئيسيه، طبعا بالاضافه الى الوحدات الثانيه، يعني زي ما بقولوا عندنا مثلا وحده مسؤوله عن امور العضويه، زي ما قلنا الاتحاد فيه يعني عالميا بيضم تقريبا 1400 عضو مؤسسه عضو بهذا الاتحاد، ففي عندنا وحده مسؤوله على تنسيق موضوع العضويه في منطقه غرب اسيا، بالاضافه طبعا للوحدات الوظيفيه. نحن لانه دائما يعني بنناشد بالطبيعه والواحد يحافظ على الطبيعه، فاحنا كثير سعيدين اليوم بتواجدك معنا. اكيد 100%. بدي احكي لك، بدي اسالك نتاليا، هلا شو المشاريع اللي حاليا تطبق بالمنطقه؟ يعني من قبل الاتحاد في اكيد هلا مشاريع، فبدورك كمديره اقليميه شو المشاريع اللي حاليا موجوده في المنطقه؟ تمام، انا رح اقول لك يعني عن البرنامج، خلينا نقول المناطق المحميه والتنوع الحيوي. احنا حاليا في عندنا مشاريع زي ما بقولوا بمختلف دول المنطقه، يعني احنا بنحاول نوصل رئاسه الرساله تاعت الاتحاد من خلال المشاريع مشتركة، يعني بنعملها مع الأعضاء. فنحن حاليا في عنا مشاريع مع خلينا نقول أو عدد لك الدول، عنا بلبنان، بالمملكة العربية السعودية، بالإمارات، بالكويت، بالعراق، بمصر كمان، مشاريع ببرنامج المناطق المحمية والتنوع الحيوي. طبعا في زملائي بالبرامج الثانية برضو عندهم مشاريع كتير موجودة في الأردن وفي بدول الإقليم العربية. نعم بالضبط. هلا في مجال المناطق الحيويه، المناطق المحميه والتنوع الحيوي، نحن حاليا يعني مشاريعنا بتسعى الى انه يعني هدفنا من هاي المشاريع المشترك خلينا نقول بمجموعها انه نحن نحافظ على الانظمه البيئيه الموجوده عندنا في الدول العربيه، نعرف الانواع المهدده بالانقراض، يعني نعرف هاي الانواع المهدده، نحاول انه برضه نعرف المناطق الهامه للتنوع الحيوي بشكل ادق عشان انها تنحمي. يعني كمان نحن بنحاول برضه من خلال هاي المشاريع، مثلا على سبيل المثال مشروعنا بالعراق انه تاسيس تصميم شبكه مناطق محميه مصممه بشكل يعني جيد على مبادئ الحديثه خلينا نقول لتصميم شبكات المحميات. هلا بالاضافه يعني لهدول المشاريع احنا كمان طبعا بنحاول كمان كثير نسعى الى تحسين فعاليه اداره المحميات، انه المحميات تكون مداره، المنشاه تكون مداره بشكل جيد، والمحميات اللي لسه مش منشاه انها تكون مصممه اصلا بشكل جيد. يعني ممكن تكونوا عم تقوموا بدور المراقب على المحميات؟ يعني احنا بنقوم بمش انه مراقب، احنا بنقوم بدور زي ما بقولوا النصح والارشاد والتوجيه، توفير خلينا نقول الادوات كمعرفه علميه، كأدوات الإدارة. طبعا هذا الاتحاد بمجموعه يعني بيقدر بيقوم فيه، ونحن منيسر هذا الموضوع في منطقة غرب آسيا. في عنا مبادرة حلوة يعني احنا كمان بنقوم بتطبيقها او بتيسير زي ما بقول فاسيليتيشن يعني لتطبيقها في منطقة غرب آسيا، هي اسمها مبادرة محميات القائمة الخضراء. هلا هاي المبادرة اللي هي الجرين ليست انيشيتيف، هي هدفها انه تعريف المحميات اللي بتتمتع باحسن وافضل الممارسات المتعلقة بإدارة المحميات على مستوى العالم، واللي بتحقق الاهداف اللي هي نوجدت عشانها. فطبعا في منطقة غرب آسيا في عنا تم إعلان ب 2018 يعني نوعا ما مؤخرا، يعني تم إعلان أربع محميات انضمت لهاي القائمة، وهذا معناه أنه هاي المحميات تتمتع بأفضل أساليب الإدارة على مستوى العالم. طبعا عنا بالأردن لحسن الحظ منهم محميتان، اللي محمية الأزرق المائية ومحمية غابات عجلون، في طبعا بالإمارات محمية الوثبة، وبلبنان أرز الشوف. طب هل عم بتلاحظ أن المحميات مثلا قبل ما يفوتوا للمكتب الإقليمي مثلا بتلاحظي انه كانوا في حاجة شغل كتير، في حاجة عناية عفوا كتير، او لا هم كانوا مهتمين فيهم بالشكل الصحيح؟ تمام، هم المحميات صراحة لما تنضم خلينا نقول تلتزم بأنها بدها تأخذ هذا السيرتيفيكيشن اللي هو الجرين ليست، أنها تنضم للقائمة الخضراء، هي يعني في الغالب ما بتكون هي 100% كاملة من جميع النواحي. ففي محميات مثلا بتكون خلينا نقول قوية في بعض الجوانب لكنها بحاجة لشوية شغل ببعض الجوانب. فعملية الانضمام للقائمة الخضراء هي بتأخذ وقت، يعني ممكن تأخذ تقريبا سنة وأنت بتشتغلي على ملف الإعلان. أو ملف انضمامها للقائمة الخضراء. ففي خلال هاي المرحلة في زي ما بقولوا توجيه ودعم من المقيمين، مجموعة مقيمين بيصير يعطوا
اول شيء يتاكدوا من انه هاي المحميات مطابقه للمعايير تاعت انضمام نعم. للقائمه الخضراء، وكمان ممكن يكون في نوع من الارشاد، يعني المنتور بنحط للسايت بصير نعم. يساعد. حكيتي كلمه معايير فاحنا لازم نعرف شو المعايير اللي راح تدخلها. يعني هي المعايير الصراحه كثير كثيره يعني كبيره، لكن انا خليني اقول لك يعني الخطوط العريضة يعني لهاي المعايير. أولا أنه لازم يكون واضح الهدف الإنشاء للمحمية، تكون حوكمتها جيدة، يعني أنه معروف مين الجهة المسؤولة عن إدارتها، القوانين المتعلقة بإدارتها واضحة، في معايير متعلقة بفعالية الإدارة أنها هي عندها خطة إدارية واضحة، في خطة الإدارية مطبقة، الخطة الإدارية أصلا عم تعطي توصيات لتحسن الإدارة، يعني هي زي ما بقولوا دورة، يعني فإنه يكون هاي العملية كلها واضحة، زائد إنه فعلياً على أرض الواقع إنك تشوفي إنه هي فعلياً هاي المحميات معايير متعلقة بإنه أنا أتأكد من إنه هاي المحميات عم بتحقق صون الطبيعة. يعني في عندي أدلة على إنه المحمية خلينا نقول حسنت من وضع الأنواع النباتية والحيوانية الموجودة فيها، في الترند إيجابي واضح خلينا نقول باتجاه حماية الطبيعة. طب نتالي مين اللي بيقيم إذا هاي المحمية لازم تفوت على الجرين ليست ولا لا؟ تمام، نفس الاتحاد يعني؟ هلأ الاتحاد زي ما بقول هو بيعمل تيسير لهاي العملية، فاسيليتيشن لهاي العملية بمختلف دول العالم، لكن احنا من لكل دولة او مش لكل دولة لكل اقليم في بيكون زي expert assessment group بيسموها، خبراء مقيمين للمحميات، وهم هدول الخبراء تلقوا تدريب على انهم يعني يدرسوا هاي المعايير ويتأكدوا من إنها موجودة. نعم. يعني زي ما بقولوا الـ IUCN بيحط هاي المعايير، بس بعدين بيروح بيجيب مجموعة مستقلة من الخبراء، وهدول عادة متطوعين، أحيانا الإقليم بيكون له مجموعة، إحنا بمنطقتنا في عنا regional زي ما بقولوا إيجل أو expert assessment group، عنا مجموعة إقليمية، بس في أحيانا في الدول اللي بتكون كتير كبيرة أو فيها عدد هائل خلينا نقول من المحميات بيكون في إلها للدولة نفسها، يعني في مجموعة الخبراء. فهدول الخبراء هم أخذوا المعايير اللي وضعها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، درسوها، تدربوا عليها، بعدين بيصيروا يقيموا هم، يعني كل موقع بيكون له أحيانا خبيرين، يعني حسب مساحة الموقع بيكون له على الأقل خبيرين بيقوموا بتقييمه، وطبعا هدول محايدين ومستقلين ويعني من الخبراء اللي يعني متلقين التدريب الكافي. على الـ IUCN أو الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة تم تأسيسها بعام 1948، وانت ما ذكرت حضرتك في البداية المقر الرئيسي أو البلد الأم هي سويسرا. طيب من بعد سويسرا من وين كانت الانطلاقة؟ يعني لحد ما وصلنا لهون بعمان أو بالأردن عفوا بالـ 2004، طب برضو بالبلاد العربية وين في أيضا في مكاتب لهم؟ صراحة هلأ بالمنطقة العربية هي تابعة لمنطقتين، يعني هلأ الاتحاد مقره بسويسرا صح، لكن هو في له مكاتب زي ما بقولوا إقليمية ودولية، فيعني هو مقسم لريجنز لأقاليم، وفي بعض الدول فيها مكاتب يعني وطنية، مكتب للبلد نفسه. هلأ الاتحاد متواجد تقريبا ب 160 دولة، وعدد المكاتب يعني تقريبا يعني في العالم حوالي 50 مكتب. فإحنا بالنسبة للدول العربية بدك تقولي يعني دول شمال إفريقيا منضمة لمكتب الميديترينيان، وإحنا أو المتوسطي، وإحنا دول غرب آسيا تحت مكتب غرب آسيا. شكرا لك نتالي على المعلومات القيمة، شرفتينا وموفقين يا رب. شكرا على الاستضافة، شكرا صباحك. بالعكس احنا استمتعنا.